ترقت الزمن، جمدت عقارب الساعة وطلت حارسة الوقت على الطلاب، حامل الخبر اللي بيتمنى الكل ما يسمعه. ساعات 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 الخوف والرعب عندي أحلى حاجات، وساعات ساعات 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 أنا اللي بعرف في التسميات. الطلاب بحضور درة بيعيشوا الرعب على الأخير، وبيتمنوا لو هالدقايق بتطير. أنا درة اللي بتحكم بالوقت، أنا اللي بتحكم بوقتكم بالأكاديمية، أنا اللي بعرف مين حان وقته يفل. لكن للأسف اللحظة مع درة دهر، لأنه الخبر اللي معها رح يغير كل المعادلة. وينية سهيلة، ساعتك إجت ولك صرتي تحكي حالك؟ يا حرام يا سهيلة، هيدي آخرتك تتكلمي مع الدبدوب؟ خلي الدبدوب يخلصك الليلة. مروان، بدك تفضح يلي صار وصمتك عم يعذبك؟ أنا رح قلك شو رح يعذبك الليلة. لما يوقف الزمن فيك وبتلاقي حالك عند حارسة الوقت، رح تعرف يلي صار من أولى بالأرمني أو فهمتني عالطاير. نسيم تفضل تعال عندي بكفي لك الرجيم. الرجيم أنيس، الليلة رح ترقص لما تسمع النتيجة. رح احكي لغتك. Don't believe me, just watch Durga. Don't believe me, just watch. Come on. بعد حرق الأعصاب قررت حارسة الوقت تبوح بالمستور. أول نوميني شونتال. مرسي درة، ما رح تأثر علي ولا مرة بحياتك، رح تأثر علي حتى بالنوميناسيون. هالمرة أنا بدي أقول لك راسي براسك. تاني نوميني محمد سعد. بحب أقول لدرة شكراً يا درة للمرة التانية نوميني، وإن شاء الله اللي جاي يبقى أحسن إن شاء الله. تالت نوميني حنان. مرتين يا درة، وتعلمت من قبل، بس رح أعمل المستحيل باش نرجع ونخدم ونرجع أقوى بكتير من أول، وأشوف فيكي ساعة مش يوم. قد ما حاولوا الطلاب يقوموها، درة رح تحضر حالها لتزرع الخوف من جديد بقلوبهم الأسبوع اللي جاي. انتوا بسباق مع الوقت، ويا ويلو اللي ما بيوصل. تك تك.